السلام عليكم. انا ماليش في حكايه السوشيال ميديا والحاجات العجيبه دي، مع اني عايش بره، بس في حاجات كده الواحد ما يقدرش يسكت. بالنسبه للطفل بتاع ابن المستشار ده بتاع العربيه ده، طفل المرور، انا بس في حاجه غريبه مستغرب لها، يعني انا عايز افهمها، يعني عايز حد يوضحها لي. الله يسامحه بقى الاخ عبد الناصر لما جاب ثورته، هو الشل اللي معاه دي، قال لك ارفع راسك يا اخي، وعاد ولع عهد البتنجان والكوسه والحاجات العجيبه دي اللي هم كانوا بيعيشوا الناس فيها الوهم ده، لحد ما خرب الدنيا. ما علينا. لاحظت حاجة، ان عبد الناصر واعوانه الشلة دي كلها كانت اهالي فوق تحت المتوسط، اهاليهم كانت تحت المتوسط، ويمكن تحت المتوسط انا ذاك الوقت، ومع ذلك بقى ضباط جيش. هو بقى جه بيقول لك لا كله هيتساوى، و ما كانش اصل ايام الملك ما كانش ابن مش عارف ايه بيعمل ايه، وابن مش عارف ايه بيعمل ايه. النهارده عندنا العيل ده ابن مستشار، النهارده عندنا نفس المشكله اللي هي بدات من ايام عبد الناصر. انت ابن مين؟ انت ليه تخش نيابه؟ انت ليه تخش قضاء؟ انت ليه؟ انت ابوك مين وامك مين؟ وبقت اسوأ واسوأ واسوأ لحد وقتنا هذا. دلوقتي لما يكون ده ابن مستشار، وطبعا احنا عارفين عشان ابن مستشار لما يتخرج هيبقى يا قاضي زيه، السلك يسلك نفس الضرب، يا اما بقى هيبقى سفير، يا اما هيبقى مش عارف، المهم هيبقى ذو منصب، والغلبان هو اللي يتفرم ويتهان. يعني اذا كان الطفل ده في السن ده بيعمل كده مع خلق الله، امال لما يكبر ويبقى ذو منصب هيعمل ايه مع خلق الله؟ ده سؤالي. السؤال التاني هو امتى هننهي الاوضاع دي؟ امتى فعلا كل واحد هياخد حقه؟ هل ده عيب 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 من الحكومة ولا عيب من الناس؟ عيب من الناس عشان بتصدق وتعيش الوهم وتعيشوهم الوهم. المشكلة مش في الطفل، المشكلة في ابو الطفل وامه الطفل. يعني انتوا عارفيننا اذا اعددت شعب مش عارف ايه، الام مدرسة والكوسة انا عايز اعرف امه دي بتعمل ايه؟ انه ام مدرسة اللي طلعت عيل بالشكل ده؟ ما انا مش فاهمها الحتة دي. انتوا مسكتوا في الطفل وسبت ابوه وامه، لا دموا عليها 75% من الغلط، وابوه عليه 25%. ده بالنسبة للجزء الخاص. بالنسبة للجزء العام الحكومة عليها 100% من الغلط. توارثت الأجيال، وهمتوا الناس وبتوهموا الناس ان الكل متساوي. والشو الإعلامي اللي انتوا بتعملوه ده بتعملوه على أساس ايه؟ على معاقبة الطفل؟ لا دي معاقبة معاقبة دولة. وبعدين انتوا ايه بتهبطوا الناس؟ عشان النهارده بقى في سوشيال ميديا وفي كلام ملوش لازمه بيحصل، فتهدوا الناس ان انا هحطه احداث يوم ولا يومين ولا اسبوع ولا شهر ولا شهرين، واصحابه اتحبسوا. انا عايزك تجيب لي دلوقتي صحابه هم محبوسين، وريهم للناس. مش هيحصل. وريني للولد ده اللي قاعد، الدكتور اللي بيقيمه ده، وروني. مش هيحصل. المنظومة كلها فاسدة يا بيه. انا مش فاهم الصراحة، يعني انا مش فاهم امتى اسانت. احنا لو خلصنا من عقدة ده عشان ابن كذا يخش كذا، وده عشان ابن كذا يخش كذا، او نخلص من عقدة بقى ان كل حاجة بقت في مصر وراسة، وده حرام. الفنان ابنه فنان، بيعرف يمثل ما يعرفش يمثل، يعرف يتنطط ما يعرفش يتنطط، ماليش دعوه، انا عايزه اضواء وشهره ونجوميه وغنى
ان هو مش معترف بيه ان هو فاشل دراسيا عشان كده اتجه لده. انا عايز اعرف الواد ده في المستقبل وبقى هاتهولي ماسك منصب ايه، هيعمل ايه في خلق الله. المنظومة يا جماعة غلط. انت بتحاسب لي طفل؟ ان الطفل ده ما يتحاسبش، ده ملوش ذنب. ما لو طلعت امه بتربيه من صغره على احترام الناس واحترام الغلبان او احترام اللي بيأدي لك خدمة في البلد، ما كانش طلع كده. لا دي امه وابوه اللي طلعوه كده. انا حاسب امه وابوه، انا قيم امه وابوه، انا اودي امه وابوه للتقييم وللعلاج النفسي مش هو. بس انتوا ايه، خلاص اتعودتونا نمسكوا في الفرع ونسيبوا الاساسيات. والله حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل فعلا. انا عايز اعرف لما يجي طفل مثلا من الاطفال الغلابة اللي في مصر ما يتفرجوا على عيل زي ده يقولوا لنفسهم ايه. لما اجيب مقارنة، واحد كان منزل صورة مقارنة او فيديو ما بين طفل يا عيني بياخدوا منه التوك توك ويقول له حرام عليك سيبني اكل عليه عيش، انا اخواتي هيموتوا من الجوع، انا امي مش عارف ايه، والظابط عامل عليه 1000 راجل هو والعساكر. اوعى تقول لي ان اصل الشرطي كان عنده ثبات انفعالي. الشرطي خاف من جراه الولا، قال لك بس ده مسنود هيطلعوا ديكي وديكي اللي خلفوني. تعرف لو كان ظابط قدامه ما كانش الولا نزل له، لو كان ظابط كان فقعه قفا كسر رقبه امه. بس هو عشان سول وشافه سول ونزل. وعلى فكره ما حدش حلل الفيديو الثاني اللي هو الولا لما رجع للشرطي، ما حدش حل، هو راجع يعمل فيديو فيك لابوه عشان لما يقول له كسرت المرايه ازاي يقول له ده ضربها برجله، بدليل ان صحابه يقول له ايه، احنا ماشيين عشان انت كسرت المرايه. يعني بيتهموه بكسر المرايه قبل الوقعه، يعني سبب الوقعه انه كسر المرايه، انه مش ما ضربوش بالرجل لما هو اهانه بطريقته وبيدور ويطلع. ما انا مش فاهم، انا عايز افهم زي غيري. امتى هتحلوا العقده دي؟ امتى فعلا الناس هتبقى سواسيه؟ انا مش فاهم، مش عارف. واحدة تانية يا عيني واقفة في الشارع بتبيع عشان تاكل وتأكل عيالها ولا تأكل أمها ولا تأكل أسرتها ده حرام يبقى مستشار، وأمه حرام تبقى أم. هم عندهم عيل واحد؟ بقيت العيال بقى دي عاملة إزاي؟ وبعدين إيه ده، بص أصحابه يعني أنتوا خلقتوا أجيال متمردة وعندها استعداد تهين اللي اقل منها، او علمتهم كده؟ احنا اسياد البلد. شوت يا ابني، لا شوت قوي، شوت جامد في الاخر. لا دي اصل احنا دولة قانون، الولا هيتقدم، الولا هيروح مش عارف فين، الولا هنقيمه بيجيب كم. ايه يا عم في ايه؟ امسك ابوه قيمه. أسست المستشار أبوه بيعتذر للشعب المصري، هو اعتذاره للشعب المصري هيرجعه 13 سنة لورا يربي ابنه من جديد. أنت بتحكوا على مين؟ بتحكوا على مين يا جماعة؟ دي قمة قلة الأدب. مفيش حلول جذرية. أنا تعرف لو مسؤول أقسم بالله العظيم أنا أجيب أبوه أديله بالقفة قدام خلق الله كلها عشان يبقى عبرة لمن يعتبر. بس الموضوع اتلم خلاص، مفيش فايدة. إعلام جوبلز وشكراً.